أهلا بك. أعتقد أنه لا مجال آخر لتعطيل العملية السياسية التي تعاني أساسا من حالة انسداد سياسي عندما دعا الإطار التنسيقي الأخوة في الكتلة القدرية في كثير من المناسبات إلى الإسراع بتشكيل حكومة والاندماج بكتلة كبيرة ربما أنه من التيار الصدري والإطار التنسيقي أو جزء من الإطار التنسيقي وجزء آخر يذهب إلى المعارضة، كان هذا الموضوع لا يروق للأخوة في التيار الصدري، وبالتالي انسحب الأخوة في التيار الصدري من العمل السياسي. هل يبقى البلد معطل ومصالح الناس تبقى معطله؟ بالتاكيد الاطار التنسيقي يقوم بخطوات الان وبمشاورات مع الاخوه في الكتل السياسيه الاخرى، واعتقد انه السيد الحلبوسي ومن عمان في مؤتمرها الصحفي قال بالحرف الواحد اننا سوف نمضي الى تشكيل حكومه. نعم، ولكن حدثني بالتفاصيل سيد عائد، يعني هنا نحن نريد أن نتحدث خصوصا من وراء الكواليس، يعني هاي المفاتحة مع القوى الكردية والسنية هل أدت للتفاهم وتشكيل الحكومة فعليا أم أنها ربما تفاهمات أولية لا نتيجة فعلية على أرض الواقع؟ سيدتي، يجب أن يكون في علم الجميع أن التحالف الثلاثي لم يكن تحالف عقائد، هنالك السياده وهنالك الديمقراطية الكردستانية، هذه احزاب براغماتيه تؤمن بالواقع السياسي الموجود، المطيات اللي موجوده اليوم. احنا صارت من اشهر والعمليه السياسيه معطله بالبلد، اعتقد القضيه مو قضيه مزاجيه، اليوم حياه الناس على كف عفريت، الوضع كله على كف عفريت، يجب ان تكون هنالك حكومه. اعتقد ان الاخوه في السياده وفي الديمقراطيه الكردستانية يذهبون مع الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومه، هذا الموضوع نحن تحدثنا به وانا تحدثت من اكثر من نصف خلال الفتره الماضيه، وقلت ان هنالك لربما ينفرض عقد التحالف الثلاثي خلال الفتره القادمه، وفعلا تم هذا الموضوع، لان يعني رؤيه السيد الصدر تختلف عن رؤى السياده والديمقراطيه الكردستانية، وبالتالي هنالك تفاهمات وهنالك شراكات قديمه، واعتقد ان الموضوع سار بهذا الاتجاه. الحكومة سوف تكون قريبة جدا. هذه الحكومة التي ستكون قريبة ربما تحت إطار مسمى الحكومة التوافقية، البعض يرى أنه حتى لو ذهبتم مع الأكراد، حتى لو ذهبتم مع السنة تحت مظلة حكومة توافقية لن تستمر طويلا، خصوصا مع ذهاب السيد مقتدى الصدر إلى المعارضة، فكيف تعلقون أو تردون على ذلك؟ حقيقة اليوم المعارضة اللي مارسها سماحة السيد سوف تكون معارضة شعبوية، هي النزول إلى الشارع، استخدام الشارع والتعطيل للحياة كما حصل في عام 2019، هذا مو صحيح. اليوم احنا بنتحدث عن الحكومة اللي يريدها الآن الإطار التنسيقي، وقال في البيان أنه نحتاج إلى حكومة خدمة وطنية. نحن نعاني الآن، الشعب العراقي يعاني من مشاكل وويلات كثيرة جدا، إضافة إلى إسقاطات الويلات الدولية على الواقع السياسي العراقي والاقتصاد العراقي والواقع الأمني العراقي، كلها تؤثر بشكل أو بآخر على العملية السياسية. أن نعطل البلد أم نمضي بحكومة؟ حتى إذا حصل هنالك احتجاجات أو معارضة أو نزول إلى الشارع ممكن أن تعالج هذه الأمور، لكن الإطار التنسيقي ومن معه إذا شرعوا فعلا حكومة خدمة وطنية لا اعتقد انه سوف يكون هنالك مجال للاخوه في قدري من تعطيل هذه الحكومه. طيب سيد عائد، يعني هناك من يطرح تساؤل فعليا وبعض الانباء التي وردتنا اليوم بان هناك وفد من الاطار التنسيقي ربما سيذهب الى الحنانه للتباحث مع السيد الصدر، ما مدى صحه هذه الانباء ومن هو الوفد الذي سيذهب؟ حقيقة أنا ما عندي معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، سمعت بهذا الموضوع، لكن مصادرنا إلى الآن ما رشح شخص ممكن أن يذهب إلى هذا الأمر. لكن عندما تسأليني هل من الممكن أن يرسل، ممكن جدا، لأن يعني في كثير من المناسبات التي انتعب فيها الأخوة الصدريين من الحكومة كان هنالك وفد من البيت الشيعي يذهب إلى السيد مقتدى الصدر ويثني عن قراره ومن ثم يعود إلى العملية السياسية. فأمر طبيعي، نحن نؤمن إيمان مطلق أن وجود الأخوة في الكتلة الصدرية لربما يؤثر إلى شراكة أو يؤثر إلى حكومة قوية، لكن المشكلة رغبة الأخوة في الكتلة الصدرية، هم يريدوا أما أن نكون نحن حكومة أو لا نكون في الحكومة أساسا. هذا كلام يحتاج إلى شوية أنه نكون سياسيين أكثر من اللازم. يعني لحد هذه اللحظة لا معلومات إذا ما فعلا الإطار التنسيقي ذهب إلى الحنانة. في سؤال أخير سيدي العزيز، يعني هناك بعض المصادر تحدثت عن انقسام ربما داخل الإطار التنسيقي، فريقين، فريق السيد هادي العامري، فريق السيد نوري المالكي. هادي العامري يقول وفريقه بأنه لا حكومة بمعزل عن السيد الصدر، ونوري المالكي العكس صحيح. هل هذا الانقسام موجود؟
نعم، هذا الكلام كان قبل أن تنسحب الكتلة الصدرية بأشهر، أن هنالك الجميع أطعن على انقسام الإطار التنسيقي، لكن الإطار التنسيقي يوما بعد يوم يثبت بأنه كتلة متوازنة قوية تتعامل مع الأمور بموضوعية وعقلانية، فلا صحة لما يتحدث به الآخرين بهذا الخصوص.